فرجيني شو في عندك سبورات. شو كأنك ما بتسمعي؟ كأنك نسيتي مين أنا؟ شكلك أنت مو عارفانة أنت هلأ مين؟ أنت هون شغيلة وأنا زبونة وأنت بدك رضاي. كيف بتحبي ساعدك يا أنسي؟ شوفي لهي القطعة نازلة جديد وما في منها بالسوق، كتير حلوة. ما عجبتني. فرجيني من الصف اللي وراكي، فرجيني ياهم كلهم وبسرعة لأنه ما عندي وقت. تفضلي فرجيني من اللي جنبها. نفس الموديل كلهم زهر. في شيء هون ما طالعتي؟ إن شاء الله عجبك. لك شو هاد؟ إذا القطعة كانت حلوة على ضبك العفش بتصير ما بتنشاف. طيب ممكن تقولي لي شو طلبك بالضبط يا أنسة؟ ما في شيء محدد بذهني، بدي شوف كل القطع ونقي اللي بيناسبني. طيب شو رأيك تشوفي كل القطع اللي موجودة بالمحل لحالة وتختاري منهم وأي قطعة بتعجبك فيكي تقيسيها؟ أوكي، جيبي لي كاسة مي. أنا؟ إيه أنتِ، جيبي لي كاسة مي على السريع، شو ما عم تسمعي؟ اكسكيوز مي، بتحب ساعدك استاذ؟ يعني واضح انك منوان متردد. انا عندي خبره، انا صاحبت المحل. لانه عفوا يا مدام، انا ماني منوان، انا الحقيقه دقيق باختياري للملابس تحديدا. هلا بستنى الانسه لما تخلص وبنقي الثياب اللي بدي اياها. ايه خذ راحتك، محل محل. وهي القطعة؟ فرجيني غيرها. تفضلي. شو هاد؟ مي مثل ما طلبتي. كان فينك تجلي الكاسة قبل ما تجيبيها. يا أنسي، ما قررتي شو بدك تاخدي؟ عم شوف. فرجيني من هذا الفستان وراكي. بس هذا الفستان مانو من مقاسك. وهي مو شغلتك. انت شغلتك تعطيني طلبي وبس. والله انا عم بنصحك، لانه هون ما عنا لا ترجيع ولا تبديل. ويا ريت توفري نصايحك لإلك. بدي حقه. الحساب عند المدام رانيا. اوكي. يلا نور، خلينا نضبضب هالتياب. بدي هاد مدام؟ ب50,000. اوكي تمام، حاشتري. 50,000؟ حرام حرام مدام، كثير ظريف هذا. يعني انا باخذه ب100، واذا في عندك قطع كمان منه باخذهم كله. هو بصراحه حقه 100، بس انا خربطت وقلت له 50. في 3 من هذا اللون وفي 4 من لون ثاني. باخذهم كله لو سمحت. ايه تكرم عيونك، مبروك. بس انا نقيته قبله. طولوا بالكم يا جماعة، بس هو زبوننا. يا عيب، شو عليكم؟ روحي، تفضل تفضل على الكاشير، تفضل.